بسم الله. تكتسيون ال بو شتيت فاس اين يقف ماذا ذاتا ام ذاتس اين كلمات في الجمله الاولى. فلدينا ايش اس هايت بيتزا، انا يعني انا واكل اليوم بيتزا. هايت اس ايش بيتزا، اليوم اكل انا بيتزا. ف الإيش وأحيانا الكلمات التي هنا في الوسط ممكن نبدلها كما بدلناها هنا الهايت مع الإيش. طيب هنا أولا داس فيرب شتيت أوف بوزيتيون سفاير، كالمعتاد الفعل حتى في الإنجليزية في المرتبة الثانية. داس زوبيك شتيت غشت oder links vom Verb, يعني إما يمين أو يسار. Am Abend essen wir Pizza. في المساء نأكل نحن Pizza. أو wir essen am Abend Pizza. نحن نأكل في المساء Pizza. Okay. Auf Position 1 können zwei oder mehrere Wörter stehen. يعني في المكان الأول ممكن يكون هناك أيضا كلمتين مثل إلزا und Heiko essen zusammen 25 Hamburger. يعني إلزا und Heiko اسمين يأكلان مع بعض 25 Hamburger. ما شاء الله جائعين جدا. الآن الـ V Fragen، أسئلة مع الـ V. طبعا حتى أي أحد لديه سؤال لسه في الجملة البسيطة؟ Nein, ja, sehr gefährdet, Jan. Okay, sehr gut, Jan. Das Verb steht auf Position 2. الفعل كالمعتاد في الجملة في المكان الثاني. Auf Position 1 steht das V Fragewort. يقف السؤال. Auf Position 3 steht das Subjekt. في المكان الثالث الفاعل. فV Frage فاعل وفاعل. طبعا القواعد يعني كثير منهم او كثير من الناس يفهمها، لكن في التدريب او في الممارسه يعني يخطئ فيها كثيرا. لماذا؟ لانه يحتاج الى الممارسه، فيكتب يعني خاصه المذكرات اليوميه، يعني افعلوا مذكرات يوميه تكتبون فيها ماذا فعلت. فمثلا يقول بو اسن فيا هايت بيتزا، اين ناكل اليوم البيتزا. فان اسن إلزون هايكو 25 همبرجر، متى يأكلان الإلز والهايكو ال 25 همبرجر؟ أظن لا يوجد فيها إشكالية. طيب الآن اليا ناين فراغ، الأسئلة مع اليا والناين. Das Verb steht am Beginn، الverb في البداية. Das Subjekt rechts vom Verb، يمين الفعل. Essen wir heute Abend Pizza؟ هل سنأكل اليوم البيتزا في المساء؟ Möchten Sie Schokolade essen؟ هل تودون يعني حضرتك أن تأكل الشوكولاتة؟ أو أن تأكل شوكولاتة؟ هذه أيضا أظن مفهومة. بعدين الإمبراتيف الأمر. Das Verb steht am Beginn، الفعل في البداية أيضا. Essen Sie doch ein Stück Schokolade، يعني كل بقى. هي صارت زي دوخ، صعب أن أترجمها بالعربي لأن البقى بين الأصدقاء ليس محترم. Ein Stück Schokolade، قطعة شوكولاتة. Trink eine Tasse Kaffee، اشرب قهوة أو كأس كوب من القهوة. هذه أيضا أظن سهلة لأنها مرة. الآن Zeit und Ort، وقت ومكان، زمان ومكان. Die Zeit wann، wie lange، wie oft. Wann متى، wie lange، كم المدة يعني. Wie oft، كم مرة. Steht meistens links im Satz. Auf oft auf Position 1. فمثلا
Ich wohne seit 2 Monaten in Deutschland. Steht meistens links im Satz, oft auf Position 1. Also seit 2 Monaten wohne ich in Deutschland. Tamam. Seit 2 Monaten wohne ich in Deutschland. فغالبا نبدأ بهم زائد 2 مونات يعني منذ شهرين نسكن في ألمانيا. لكن ممكن نبدلها ونقول ich wohne seit 2 Monaten in Deutschland. Der Ort, wo, أين, wohin, إلى أين, woher, من أين. هذه الأسئلة طبعا أخذناها. Steht meistens rechts im Satz. فهي غالبا في اليمين لكن ممكن أيضا في البداية. أي سؤال في القاعدة؟ online.